بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زوجة المعتقل ياسين رشيد أحمد خلا. أنا برقبتي 4 أطفال ولا راتب ولا سويت شهيد، وأشتغل بهاي المدرسة ب75. أخوتي 3 وزوجي حماي ولد عمي كلهم، وما نعرف كل شيء. يعني متى نضلش ناشد الأمم المتحدة، ناشد المنظمات، شوفونا حل، شوفونا وين راحت هالوادم، شوفون اخواتنا وزلمنا، نريد اخواننا. يعني اسعاني اشتغل بهاي المدرسه ب75,000 ورقمتي ب4 اطفال ورقمتي يدرسون، واحد صف خامس، واحد صف ثالث، والبنيه صف ثاني، والرابع صغيرون بعده ما يدرس. على قولت يطلبون مني طلبات اجيب ال75 دابني اصرفها على البيت وعلى حوايج البيت وحاجتهم اللي اقدر عليها. متى احنا نضل هيك؟ نروح نقدي، ومثل ما قالت خالتي ذيك الساعة نمشي ويقولون هاي ما تستحي عيشاكم، هاي إذا تمشي تروح تشتغل، هاي ما عندها خوش سوالف. متى